وأيضا حول نفس الموضوع المزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا سيادة اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء أهلا وسهلا بحضرتك، يعني بالتأكيد وبمتابعتك للبيان والمعلومات الواردة في بيان وزارة الداخلية بخصوص الحادثة الإرهابية أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة، يعني بالتأكيد بقراءتكم للبيانات التي وردت وقدر كبير الحقيقة من المعلومات أبرزها هو تحديد هوية منفذ الجريمة الإرهابي عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن. ما أهمية عنصر الوقت في التوصل لمنفذ الحادث وإعلام الرأي العام بالمعلومات الخاصة بهذه العملية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اسمحي لي حضرتك أن أبدأ بتقديم تحية الإكبار والإعزاز لشهداء الوطن، وأن أدعو الله أن نتعافى في مصر ممن يسعون إلى الحيلولة بيننا وبين مستقبلنا الذي نستحق. بالنسبة للاستفسار أو التحليل السريع للمضمون اللي حضرتك تفضلت بيه، هنجد أن هناك أشياء لابد أن نلقي عليها الضوء. نمرة واحد، أن هناك لدى أجهزة الأمن المصرية قاعدة معلومات متميزة يتم استثمارها في كل ما نواحي التي نحتاج إليها. هذه القاعدة المعلوماتية يضم إليها معلومات جديدة من خلال مصادر وطنية مخترقة أو شاهدت عمليات مريبة، ثم تتعرض هذا لتحليل وتقييم. وده يمكن إحنا شفناه من خلال تتبع نفس البيان، يعني البيان واضح جدا أنه وصل إلى هناك مجموعة من الخلايا العنقودية. هذه الخلايا العنقودية تعني إيه؟ تعني أن كل عنقود لا يعرف العنقود الآخر إلا من خلال ضابط اتصال يتولى الاتصال بين الناحيتين، وده نجاح عظيم جدا لأجهزة المعلومات. وأيضا هنجد أن هناك عملية التقييم السريع جدا لما حدث، خصوصا بعد ما تعرضت له أجهزة الإعلام من تخبط وبيانات غريبة. أرجو أن احنا ما نتعرضلهاش تاني. إيمي في بيان خاص بانفجار عبوة أكسجين، ده حاجة تبع الصحة، أو انفجار الغاز أنبيب الغاز، ده حاجة تبع البترول أو انفجار. فإذا احنا لازم بعد كده ناخد درس مستفاد مهم جدا، وهو إعطاء الفرصة لرجل البحث لكي يقوم بعمله دون منغصات أو تغيير في الاتجاهات. الحاجة اللي بعد كده أيضا هنجد أن هناك جودة شديدة جدا في الضبط، بمعنى أنه لما تطلعي أنت تمارسي عملية ضبط لمجرمين قاموا بمواجهتك بأسلوب غاية في القسوة والبشاعة من خلال مواجهة بأسلحة غريبة جدا دون أن تعرضي أي مواطن مصري شريف لأي إصابة. لازم كلنا نعرف أن ده مش ده، ده صعب جدا، ده محتاج تدريب جيد جدا، محتاج تجهيز جيد جدا، محتاج قيادة جيدة واتخاذ قرار جيد. فأنا بشكر أبناء الأمن المصريين على هذا الجهد العظيم اللي يجب كلنا أن نضعه في اعتبارنا، وأن نعاون هؤلاء الناس في عمليات ضبط الإيقاع. النقطة الثانية اللي لازم نشير إليها أن هناك تخطيط، هذا التخطيط لا جانبه الشرير، هو طبعا التخطيط الأمني لا يترك للتخطيط الجانب الآخر مجالا خصبا، ولكن يقوم أيضا بالتخطيط. من أسمى مبادئ التخطيط الأمني وهي تحديد المناسبات الخاصة والمناطق الحيوية. المناسبات الخاصة احنا هذه المناسبات قد تكون دينية، قد تكون ثقافية، قد تكون رياضية، قد تكون فنية. ولكن ليه؟ لأن المناسبة الخاصة بيبقى فيه وجود الفضائيات موجود، وجود الكاميرات موجود، وجود للماس ميديا أو الإعلام العالمي موجود، ولذلك هو بيستغله في إحداث عمل له دوي غريب وقوي جدا للإيحاء بأن هناك قلاقل أو أن هناك في هذه الدولة مشكلات أو جماعات غير راضية. ولكن هذا من الواضح أنه المواطن الشريف المصري ابتدى يلفظ هذه العمليات، وابتدى أيضا يضيق بها، وابتدى أيضا يسارع إلى ضحض من يقوم بارتكابها وضحض هذا الفكر. ومن هنا أنا برضو بلقص على نقطة مهمة جدا بركز عليها، وهي لابد أن يكون لإعلامنا سياسة إعلامية رشيدة لها شعار واضح جدا
وأنه لنا جميعا كمصريين، أنه لا عاصم لنا كمصريين إلا فيما تمسكنا وحدتنا الوطنية وسلامنا الاجتماعي. ده مهم جدا جدا، والأكثر أهمية أن نتيح الفرصة لرجل الأمن أن يقوم بعمل. من نغص حياته بمعلومات بقى وحاجات كده كل واحد يقول يفكر، لا لا لا، لا خلينا منظم. وثقوا وثقوا تماما بأن رجل الأمن له ثقافته وله دراسته وله تدريبه وله هدف هام جدا وهو أمن وأمان هذا الوطن. بالتأكيد. طيب سيادة اللواء، يعني بالإضافة إلى بيان وزارة الداخلية كان هناك أيضا أدلة مهمة جدا وكاشفة للتفاصيل اللي وردت في البيان. كان هناك مكالمة مسربة لشقيق المجرم منفذ العملية وهو أيضا أحد أعضاء الخلية العنقودية اللي كانت وراء هذه العملية، مع محمد عايش وهو الاسم الحركي لأحد الأشخاص، أحد أعضاء الجماعة الإرهابية يعمل بالخارج، بالإضافة إلى اعترافات يعني واحد من الخلية العنقودية اسمه حسام وهو يتحدث عن طريقة تنفيذ العملية والملابسات الخاصة بها. ما هي أهمية وجود هذه يعني خلينا نقول الأدلة أو الأسانيد المتعلقة بجمع وعرض المعلومات بالنسبة للرأي العام؟ يعني هو شوفي، هو حتى الآن حتى الآن لازم نكون عارفين أن مثل هذه الموضوعات تتولاها بقى أجهزة السلطة القضائية ونيابة أمن الدولة، ولا نريد أن نقوم بأي نوع من أنواع الإزعاج. إنما لازم تبقى عارفة أنه أي نوع من أنواع وجود هذه الأدلة يدلك على حاجات مهمة جدا، يدلك على أن هناك تصعيدا للنشاط، وهذا التصعيد في النشاط يقابله كفاءة في المواجهة وفي حسم اتخاذ المواقف التأمينية الأمنية. وهذه عملية على فكرة ليست بعملية يسيرة أو سهلة أو ليست بقوة خفية بقى وجيمس بوند، لا 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 لا، دي عملية منظمة ذات جهد منظم ومتصل ودؤوب، ويتم تدعيمه بكل الأجهزة أو التجهيزات الفنية وبرجال شرفاء قادرون على دحض وإيقاف هذه التيارات الغير مصرية والغير وطنية والتي يرفضها الكافة، خصوصا بعد ما شاهدنا الرأي العام واتجاهاته بعد عملية التفجير التي أعتقد أنا أنه يمكن كانت دي عربية رايحة تحط حاجات، ومسجد الروضة مش بعيد، احنا داخلين على صلاة عيد أضحى، احنا داخلين على تجمعات بشرية كثيرة جدا، احنا داخلين او بنعيش كمان دلوقتي في افتتاحات مواقع انتاجية غاية في الأهمية. فلازم نبقى عارفين ان هذه التحركات او طبيعتها ايضا ده بيدل على حاجة مهمة، بيدل ان الناس دي زهقت او الناس دي ابتدت تتخبط وعايزة تعمل اي زغطة علشان خاطر تحاول ان هي تجهض هذه الجهود العظيمة التي تتم سعيا وراء مستقبل افضل لهذا الوطن ولأبنائه. يعني ايضا من ضمن الرسائل المهمه وراء سرعه واحترافيه التعامل مع الحادثه والكشف عن ملابساتها في وقت سريع والوصول الى ادله بخصوص الكلام او الحديث بين العناصر الارهابيه التي وقفت وراء العمليه، بالاضافه الى اعترافات احد عناصر الخليه العنقوديه، كل هذه التفاصيل هي رساله ايضا بالنسبه للعناصر الارهابيه نفسها، رساله ردع من القوات الأمنية، يعني قد تجعل هذه العناصر يعني تضع في اعتبارها المجهود الأمني الكبير والاحترافية الكبيرة في التعامل مع. هل ترى أنه ده قد يكون له تأثير على المدى القريب في يعني العمل أو تحجيم قدرات العناصر الإرهابية؟ شوفي، أنا عايز أقول لك على حاجة مهمة جدا. هذه عمليات تكتيكية، عمليات تكتيكية عبارة عن نوع معين من المتابعة ونوع معين من التعامل ونوع معين من التدابير الاحترازية التي تصعب مهمة الجانب الشريك. ولكن لازم نبقى عارفين بقى ان احنا لابد ان نصل الى عملية تكفيف منابع، تكفيف منابع العنف او تكفيف منابع الارهاب او تكفيف منابع الشر من خلال نشاط متكامل يبدأ من عمليات مواجهة الأمية الدينية التي تفرز أغرب أنواع المفسرين من ذوي الهوى، وأيضا عملية تنشيط بيت العيلة ما بين الأزهر والكنيسة المصرية، وأيضا عملية مواجهة الأمية الأبجدية دي مهمة جدا،
ومواجهة أيضا البطالة ومواجهة الأفكار التي لا تتناسب مع لا إيقاع العصر ولا قيمنا كمسلمين. فلازم نعرف أنه إحنا مهما عملنا من دور أمني، هذا الدور الأمني عبارة عن حلقة في سلسلة متعددة الحلقات، هذه الحلقات كلها تأتي في النهاية إلى هدف ونصل إليه جميعا، وهو تكثيف منابع العنف. وأنا أتمنى أن يتم هذا ويبدأ بنشاط ويبدأ بانتظام ويبدأ بجهد إعلامي كويس وشعار واضح أن عاصمنا اليوم هو تمسكنا بوحدتنا الوطنية وسلامنا الاجتماعي. ده مهم جدا. فلازم تعرفي أنه لا يوجد نشاط أمني إلا ويواكبه ويحيط به نشاط مجتمعي كامل ونشاط رسمي كامل ونشاط دعوي كامل ونشاط ديني واضح للكفة، يؤمن بعملية التحبيب والترغيب وليس التخويف بقى والتنفير. لازم كلنا نبقى عارفين أنه تكثيف المنابع هو أساس إنهاء هذه الظاهرة التي إن شاء الله قاربت على الانتهاء. وكما ذكرت طبعا سيادة اللواء، هذا الأمر بيحتاج إلى تشارك جهد من عدد كبير من مؤسسات الدولة. شكرا جزيلا لك سيادة اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، كنت معنا هاتفيا.